المؤمن الصغير إيزوكو ميدوريا من أنمي بوكو نو هيرو أكاديمية. ما إحساسك وأنت لا تملك ما يملكه الآخرون؟ ديكو الذي ولد دون أي قدرة تذكر، الشيء الذي جعل منه محط سخرية زملائه. أمضى طفولته وهو يحلم أن يصير مثل ملهمه. أتى اليوم الموعود واغتنم الفرصة. بكثير من العمل وقليل من الثقة نجح في اجتياز الامتحان وشق طريقه نحو القمة. ثقة لم تكن زائدة عن اللزوم، لكنها ضرورية في بعض محطات الحياة. فمن خسر ثقته بنفسه خسر سباق الحياة.